السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، موضوع اليوم هو الـ reshaping array، يعني راح نكون مصفوفة ونغير أبعاد المصفوفة، يعني نتحكم بالأبعاد للمصفوفة، نتحكم بعدد صفوف وأعمدة المصفوفة. سابقا أخذنا المصفوفة والـ array 2 dimension، يعني عندي فقط عدد صفوف وعدد أعمدة. هسه راح ناخذ 3 dimension، عندي عدد صفوف وعدد أعمدة بالإضافة إلى عدد layers، عدد الطبقات. سابقا الM هو عدد الصفوف، الرمز M أو الحرف M يمثل لي عدد الصفوف، والN عدد الأعمدة. هسه راح يصير عندي الI هو عدد الصفوف، والM هو عدد الأعمدة، والN يمثل لي layers، عدد الطبقات. مثلا اذا عندك المصفوفة x هي 2 × 4 × 3، سابقا اذا عندي 2 × 4 معناها عدد الصفوف 2 وعدد الاعمدة 4. هسه هنا عندي 2 × 4 × 3 معناها 2 عدد الصفوف والاربع عدد الاعمدة والثلاثة هو عدد الطبقات، يعني تمثل عندك مثل هذا المكعب. مثلا اذا عندك هسه هو نفس هذا 2 × 4 × 3، راح يصير عندك كأنه بهذا الشكل. هذه الطبقة الاولى هي من صفين واربعة اعمدة، تجي بعدها اللاير الثاني ايضا من صفين واربعة اعمدة، اللاير الثالث ايضا من صفين واربعة اعمدة. مثلا اذا عندي هذه المصفوفة 2 × 4 × 3 هي تمثل بالفانكشن زيروز، او اذا عندك ارقام يعني موجودة element فتكون element، اذا ones المهم element للمصفوفة شنو موجودة عندك مذكورة بالسؤال. مثلا اذا عندك المصفوفة x هي تتمثل بالfunction zeros 2، يعني تنكتب بهذا الشكل. سابقا اذا كتبنا zeros نكتب فقط عدد الصفوف وعدد الاعمدة، صراحة نكتب layers، نضيف layers. x تساوي zeros قوس 2 × 4 × 3، نغلق القوس، راح تتكون عندي 3 طبقات. الطبقة الأولى هاي هنا معناها الإكس جميع الصفوف جميع الأعمدة رقم اللايرز. موجود عندكم بعد تتكون مثل فارزة بعد رقم، هذا ما راح ناخذ حتى لا يكون صعب عليكم، فقط راح ناخذ 3 إليمنت I M N. هسه تكونت من تكتب هذا الامر راح تكون عندك اللاير الاولى واللاير الثاني واللاير الثالثة، جميعهم عدد الصفوف 2 عدد الاعمدة 4 الاليمنتس القيمة لهم 0. هسه هذا الامر اذا انطبق بالماتلاب راح يظهر لنا بهذا الشكل، طبقات اكس يساوي اللاير الاولى والثانية والثالثة. ممكن تكون ارقام، يعني ممكن ما تكتبها زيروس، تكتب مصفوفة بارقام. هسه هذه اذا تريد تكون مصفوفة هي من عدد، شلون تكتب المصفوفة بعدد صفوف واعمدة ولايرز. هسه اذا انت تريد تكتب مصفوفة تكون ملتي دايمنشنال اري متعددة الابعاد باستخدام الدالة الكاتو، اللي هو هذا اللي احنا راح نمشي عليه غالبا، هذا الامر اللي راح نستخدمه لتكوين ملتي دايمنشنال اري نستخدم الفانكشن كات، تكون بهذا الشكل، رمز المصفوفة يساوي الدالة كات قوس الدايمنشنال هذا الدايمنشن هو نفسه هذا اللي ذكرته لكم. انت هسه راح تعتمدون 3، يعني قلت لكم ما ناخذ 4 و5 و6 تكون صعب عليكم، 3 اللي هو هذا العدد 1 2 3 اللي هو عدد الصفوف وعدد الاعمده وعدد اللاير، يعني هذا يكون عندكم 3 ثابت. بعد هنا تكون عندك المصفوفه
فارزة تكتب المصفوفة سواء ذاكرها إليك، يعني تكتب المصفوفة إذا أرقام تكتب أرقام المصفوفة مثل ما موجودة عندك، المصفوفة الثانية الثالثة الرابعة، الليل راح تكون بعدد المصفوفات، عدد الطبقات يكون بعدد المصفوفات اللي موجودة عندك. أو مثلا ما يذكر لك المصفوفة إبقيا، مثلا يذكرها لك بالدوال اللي أخذناه زيرونز فانكشن راندوم، شنو يذكر لك؟ وتغلق القوس. هسه مثلا عندي راح اكون مصفوفه بهذا الشكل، راح اكون المصفوفه A يساوي بالداله كات قوس، قلت لكم الاليمنتس او الابعاد للاري هي 3 فاكتب 3 فاز. راح اكتب هذه المصفوفه الاولى هي عباره عن 3 في 3، الاليمنت لها 1 0 3، هذا الصف الاول وهذا الصف الثاني وهذا الصف الثالث. فارز المصفوفه الثانيه هذه، معناها راح تكون عندي 2 لاير، لان عندي مصفوفتين تكون عندي 2 لاير. من تكتب هذا الامر راح يتنفذ عندك بهذا الشكل، اللاير الاولى واللاير الثاني. شلون اعرف انها 2 لايرز؟ لان انا عندي مصفوفتين، فقط مصفوفتين، هذه الثلاثه هي تمثل لي عدد الصفوف عدد الاعمده، واللاير ثلاثه. انا عندي 3 في 3 تكونت المصفوفة، لأن أساسا أنا ذاكر المصفوفة الأولى هذه أرقام والمصفوفة الثانية هذه أرقام. هذا الشكل ما يظهر لك بالماتلاب، لكن كتوضيح هذا الشكل. هسه من أكتب هذه المصفوفة، من أكتب هذا الأمر بالماتلاب، الـ A يساوي الدالة كات الاليمنت المصفوفه الاولى والثمانية والاثنين والواحد، هذه المصفوفه الاولى. فارز المصفوفه الثانيه، ايش قد عندك مصفوفات تكتب سواء موجوده الاليمنت او تتمثل بداله، 6 هذا القوس مات المصفوفة وهذا القوس مات الدالة الكات، هاي تكون عندك 2 layers. هذا إذا تريد تكون مصفوفة بعدد صفوف وأعمدة ولاير. السؤال على هذا شلون يكون عندك على هذا الأمر، سواء بعد إذا جاك صح وخطأ فراغات اختيارات يعني يكون من ضمن هذا الموضوع، لكن إذا أجاك كسؤال شلون تكون ملتي دايمنشنال أري، يذكر لك بالسؤال بين عندك عدد طبقات، يذكر لك عدد الطبقات، إذا ما ذكر فهي بعدد المصفوفات اللي موجودة عندك، يذكر لك الأبعاد للمصفوفات اللي موجودة عندك، مثلا هنا عندك 3 في 3 يذكر لك بأن المصفوفات أبعادهم 3 في 3. ويذكر لك عدد الطبقات اللي موجودة عندك، قلت لك إذا ما ذكرها راح يذكر لك، يعني بالبداية يذكر لك بأن تكون لي مصفوفة أو ملتي دايمنشنال أريز، يعني مصفوفات متعددة الأبعاد من المصفوفات المتكونة عندك وبأبعاد 3، مثلا هنا عندك في 3 من المصفوفة، يذكر لك المصفوفة الأولى يذكر لك المصفوفة الثانية بشنو متمثلة من إليمنت. هذا السؤال عندكم موجود بالتمارين حتى تفهمون شنو صيغة السؤال، موجود عندكم سؤال بالتمارين. هسه عندنا الريشيب، الريشيب انت مو عندك مصفوفة تتكون من عدد صفوف وعدد أعمدة، فانت تريد تغير، تريد تتحكم تغير عدد الأعمدة والصفوف، مثلا انت عندك 3 في 3 تريد تغيرهم، ما تريد المصفوفة او اللاير اللي موجودة عندك تبقى 3 في 3، لكن من تغير المفروض ما تتغير الإليمنت اللي موجودة عندك، يعني ما تجي أرقام جديدة تنضاف للمصفوفة، ما ينضاف عندك صف جديد للمصفوفة، ما ينضاف عندك عمود جديد للمصفوفة. الأمر اللي تستخدمه هو رمز المصفوفة الجديدة بعد ما
تعمل ريشيب يساوي الأمر اللي نستخدمه هو ريشيب بهذا الشكل. قوس تكتب رمز المصفوفة السابقة اللي أنت راح تغير عليها، فأرزي قوس مربع. تذكر عدد الصفوف وعدد الأعمدة بيناتهم سبيس، تغلق القوس المربع وتغلق القوس النهائي اللي هو للأمر ريشيب. هسه إذا نفس هالمصفوفة اللي موجودة عندي الـ A هذه اللي تكونت، هذه اللاير الأولى وهذه اللاير الثانية، من أسوي ريشيب صار عندي هنا هم الأولى 3x3 والثانية 3x3، مجموعهم عدد الصفوف مجموعهم 1 2 3 4 5 6، مجموع الأعمدة اللي موجودة عندي 1 2 3 4 5 6. فهسه أنا من أريد أجي أكون مصفوفة، من راح أكتب الأمر بي يساوي ريشيب أي المصفوفة السابقة 3 و6، معناها راح أكون مصفوفة جديدة تتكون من 3 صفوف و6 أعمدة، تتكون من 3 صفوف و6 أعمدة. راح تجي المصفوفة الأولى والمصفوفة الثانية، الترتيب اللي راح ياخذه هسه انتو عندكم هذا الصف الأول مو 1 4 8، يعني ما يصير تضيف هنا أنا بعد صف جديد، يعني ما يصير هنا تضيف صف جديد أساسا ما موجود عندك، أو عمود جديد أساسا ما موجود عندك. فراح تكون مصفوفة جديدة من 3x6. السؤال على هذا الموضوع يطلب من عندك ريشيب للمصفوفة السابقة اللي موجودة عندك، يعني أعطيك مصفوفة أصلية يقول لك اعمل لها ريشيب بالأبعاد كذا مثل 3 و6، فأنت تيجي تكتب الأمر بهذا الشكل. ما مطلوب من عندكم نتائج لا تكوين المصفوفة ولا نتكون ريشيب ناتج ما أريد، فقط تكتب الأمر بالشكل الصحيح، لكن للتوضيح فهذه النتائج. هسه هذا الأمر إذا أكتبه بالماتلاب، أنا عندي المصفوفة A، فهسه B يساوي ريشيب ثلاثة وستة. كانت عندي هذه المصفوفة. هسه إذا عندي هذه المصفوفة M هي اللاير الأولى إلها 3x5 واللاير الثانية أيضا 3x5، يعني 2 layers. فمن أكتب الأمر ريشيب أرد أحولها المصفوفة الجديدة تكون عدد الصفوف إلها 6 و5 عدد الأعمدة، فأيضا أكتب هذا الأمر، أكتب الفانكشن ريشيب قوس رمز المصفوفة السابقة فارز قوس مربع عدد الصفوف عدد الأعمدة للمصفوفة الجديدة، فتتكون عندك بهذا الشكل. هسه لا تنتبهون للترتيب شلون راح يكون، ما راح ياخذ هذه الأولى وبعدها يضيف الثانية، راح يمشي بهذا الشكل، يجي الصف الأول العمود الأول اللي عفوا ضافه، بعدين يرجع على هذا، بعدين يرجع على هذا، هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني، بعدين يرجع العمود بهالشكل. هنا ذاكرة إليك بأن ينتقل باتجاه عمودي، يعني يمشي بهذا الشكل انتهي يرجع بهذا الشكل، بعدين ياخذ هذا وهذا هذا وهذا هذا وهذا. هذا ايضا عندك مصفوفة تتكون من 3 layers، عدد الصفوف 2 وعدد الاعمدة 2، فمن يصير عندك ريشيب 6x2 فراح يجي ياخذ 1 2 وهذا 2 صار عندك 6، بعدها ينتقل 1 ولهذا وهذا صار عندك 6، عدد الصفوف 6، يعني الانتقال يكون بهذا الشكل كولوم وايز. هذا اذا ريشيب، قلت لكم نتائج ما مطلوبه، فقط الامر بالسؤال هو يحدد لك من تنفذ الامر ريشيب شنو عدد الصفوف والاعمده المطلوبه من عندك.
نكمل طلاب. عندنا الأمر برميوت، هذا الأمر أستخدمه أو هذه الفانكشن أستخدمها لتغيير عدد الصفوف، عدد أعمدة وعدد اللايرز المصفوفة اللي موجودة عندي. هسه سابقا أخذنا هذه المصفوفة اللي كوناها بالأمر كات، هذه المصفوفة تكونت عندي المصفوفة أي من 3×3 اللاير الأولى و3×3 اللاير الثانية، يعني هي 3×3 تو لايرز. هذه أريد أغيرها، أريد أخليها تصير 3 لايرز، المصفوفة أي تتحول 3 لايرز وتتكون من 2×2، شلون أريد أغير؟ فأستخدم الأمر برميوت. هذا انتبهولي وطبقوه. هسه عندكم أكثر من مثال راح يكون موجود، كلها طبقوها وبالحالتين اللي راح أذكرها عندكم، لأن شوي صعب عليكم، فحاولوا تحلون كل الأمثلة اللي موجودة وبالطريقتين اللي راح أذكرها. هسه عندكم طبعا ينكتب بهذا الشكل رمز المصفوفة الجديدة بعد الاستبدال والتغيير يساوي برميوت الدالة اللي موجودة عندي قوس رمز المصفوفة السابقة فارز الدايمنشن اللي هسه عندي الجديدة، عدد صفوف وعدد أعمدة ولايرز. ما أكتب العدد، يعني مو المصفوفة عندي 3×3 أكتب عدد الصفوف وعدد الأعمدة واللايرز، عندي أرقام ترمز للصف وللعمود واللايرز هي راح أستخدمها بهذا الأمر. الواحد هاي ثابتي، الواحد يرمز لعدد الصفوف والثنين يرمز لعدد الأعمدة والثري يرمز لعدد اللايرز أو البيج الموجودة عندي. هذه ثابتة، الواحد للصفوف والثنين للأعمدة والثلاثة لللايرز. يعني بعد هنا من أكتب أستخدم هذه الرموز الثلاثة. هسه أنا عندي المصفوفة اللي كونتها بالأمر كاتس هي 3×3 و2 layers. أريد أجي أستخدم هذا الأمر، هذا سواء يجيك بهذا الشكل يعني ينطيك الأمر ويريد الأبعاد مات المصفوفة، أو ينطيك أبعاد المصفوفة ويريد هذا الأمر. فهسا عندك هنا نعطيك الأمر البي اللي هي المصفوفة الجديدة يساوي الدالة قوس أي فارزي قوس مربع 2×1×3. هسه هذا هنا عندي الرموز قوس مربع وهذا القوس، اريد اكون هسه هذه المصفوفة بي من نفذت هذا الامر. شلون تكونت؟ طبعا الناتج ما مطلوب من عندكم شلون تكونت هذه المصفوفة، لكن من اكتب لك هذا الامر فاريدك تذكر لي، كتبت لك هذا الامر وطلبت من عندك ابعاد المصفوفة، انت تكتب لي، يعني انت من هذا الامر راح تستنتج بان انت راح تتكون عندك 3×3 تو لايرز. يعني تقول لي بأن موجود عندي راح تكون عندي 2 layers أبعادهم 3×3 إذا ذكرت لك هذا الأمر. إذا بالعكس ذكرت لك بأن راح تتكون عندك 2 layers والأبعاد 3×3 فأنت تستنتج بهذا الأمر، يعني طريقتين، يا أما أعطيك الأمر وتعطيني الأبعاد أو أعطيك الأبعاد وتعطيني الأمر. هسه هذه راح أستنتج منه الأبعاد شلون تكونت عندي هذه 2 layers. مكتوب 2، الثنين المن يرمز؟ يرمز العدد الأعمدة، ثنيان يرمز لعدد الأعمدة. أرجع عدد الأعمدة بالمصفوفة A شقد كان؟ هذه المصفوفة A، عدد الأعمدة بالمصفوفة الاثنين يرمز لعدد الأعمدة، عدد الأعمدة بالمصفوفة A شقد كان؟ 3. احنا شنو قلنا؟ قلنا الآي يرمز لعدد الصفوف، هذه الأرقام ترمز للأمر للمستخدم بالبريميوت. لكن أنا بالبداية من كان عندي 3 دايمنشن شنو كان عندي؟ كان الآي يرمز لعدد الصفوف وكان الأم يرمز لعدد الأعمدة والأن لللايرز. هسه راح أجي الاثنين هو يرمز بهذا الأمر لعدد الأعمدة، عدد الأعمدة بالمصفوفة الأصلية شقد كان؟ كان 3، معناها الآي تصير 3. تكتب هذا الرموز حتى لا تخربط، تكتب هنا مقابيل الآي 3.
بعدين ترجع الواحد، يعني هاي صرنا مقابل الاي 3. بعدين ترجع للواحد، الواحد يمثل منه بهذا الامر، يمثل عدد الصفوف، عدد الصفوف بالمصفوف واي جديد 3. الام تكتبها 3، هذه للام بس ما ادري صار السهم لثلاثي. لثلاثة المن ترمز لعدد اللايرز، عدد الطبقات بالمصفوف وايش قد كان 2، تكتب 2. هسه شنو راح يتكون عندك بعد باوع هذا مالك علاقة بالمصفوف واي، راح تتكون عندك 2 لايرز 3 في 3 هذا الشكل. اذا هسه اجي لهذا الامر، هذا الامر لا بس ركزوا وياي، البي يساوي الدالة اللي موجودة عندي رمز المصفوفة السابقة فازة 3 2 1، هل تتغير 3 2 1 1 2 3؟ فهسه عندك هنا 3، الثلاثة تقارنها هم تجي تكتب الاي يساوي والام يساوي والان يساوي ثلاثة. المن ترمز بهذا الامر ترمز لعدد الطبقات، ترجع للمصفوفة الاصلية عدد طبقات المصفوفة الاصلية ايش قد كان 2، تكتب الاي هي 2. ترجع لاثنين المن ترمز، يعني تقارن وهي المصفوفة الاصلية، الاثنين المن ترمز ترمز لعدد اعمدة، عدد أعمدة المصفوفة الأصلية إيش قد 3، الأم 3. الواحد المن يرمز العدد الصفوف، عدد صفوف المصفوفة الأصلية إيش قد 3. فتتكون عندك مصفوفة من 3 layers أبعادها 2 في 3، عدد صفوفهم 2 وعدد الأعمدة 3. هذه تكون عندك باش ما لكم علاقة بالأرقام وشون ترتبت، ما أرد عقدها عليكم. فعندك 2 في 3 و 3 layers، هاي 2 في 3 و 3 layers. طلاب هسه انت شنو عندك؟ عندك هذا الامر ويريد من عندك ابعاد المصفوفة شلون تكونت، يريد فقط تذكر لابعاد المصفوفة، تجي تكتب قارن هذه الرموز اللي موجودة عندك اللي هي للصف والعمود، الاثنين الواحد للصف والاثنين للعمود والثلاثة للطبقات. تجي هسه عندك هذا الرمز الثلاثة، تقول الثلاثة المن يرمز بالمصفوفة الأصلية اللي انت ذاكرها هنا، الثلاثة المن يرمز يرمز لعدد الطبقات، تجي عدد طبقات هذه المصفوفة شقد تكتبها، الاثنين المن يرمز عدد أعمدة، عدد أعمدة المصفوفة الأصلية شقد وتكتبها، الواحد المن يرمز للصفوف عدد صفوف المصفوفة الأصلية شقد وتكتبها بهذا الشكل حتى تعرف 2 في 3 في 3. إذا بالعكس، إذا بالعكس مثلا، واللي غالبا بهذا الشكل هو يجي، يعني يكتب لك أبعاد المصفوفة ويريد من عندك هذا الأمر، يعني يذكر لك استخدم الأمر برميوت عندما تكون أو مستكون عندي 3 layers أبعادهم 2 في 3. فأنت تجي تكتب عندك هسا المصفوفة الجديدة، أنت عندك مصفوفة سابقة عندك المصفوفة الجديدة هذا أبعادها 2 و3 و3. هسه تجي انت شنو عندك هنا؟ هسه هذا الابعاد مالت المصفوفة الاصلية بما انه الاي 2 معناها الاي هنا عندنا احنا عدد الصفوف، ترجع عدد صفوف، هسه اذا انطاك الابعاد ويريد هذا الامر عدد الصفوف اللي هو سنة 2 بالاصلية شنو كان الاثنين؟ ما عندي 2 هو عدد الصفوف بالاصلية، منو كان 2؟ كان عندي 2 هو عدد الطبقات، شنو رمز عدد الطبقات؟ 3، تكتب 3، الأم 3، الثلاثة منو كان عندي؟ 3 صفوف كان عندي، 3 أعمدة 3 layers، هنا عندي بما أنها 3 في 3 صفوف أعمدة فتقدر أي وحدة من عندهم إذا متساوية، 3 عندي هو عدد الأعمدة، رمز الأعمدة منو؟ 2. بعد عندي 3، الثلاثة منو هنا كان عندي 3 طبقات لكن بالأصلية منو كان الثلاثة؟ عدد الصفوف، رمز الصفوف 1.
هسا عندكم هذا المثال، المصفوفة A تتكون من 4 صفوف وعمودين وان layer أو بيج. طلاب هسا هذا المثال راح، طبعا قلنا الواحد يرمز للصفوف واثنين للأعمدة وثلاثة للطبقات. هذا راح كل هسا بهذا الجدول عندكم هذه الأمثلة اللي هي 6 أمثلة نطبقها على المصفوفة الأصلي، هذا التوضيح إلها. هذه كل واحدة منهم موجودة هنا عندكم بهذا الأمر، يعني هذا هنا من ينكتب هذا الشكل معناها موجودة بهذا الشكل، بي يساوي هذه المصفوفة الأصلية يساوي الدالة قوس A اللي هو هذا الجزء، يعني هذا الجزء هو هذا اللي بين الأقواس. فأنا راح أشرح لكم على هذا، لكن أنتوا هذا الأمر يعني هذا شكل الأمر، لكن حتى ما انتقل والنتائج موجودة هنا أشرح لكم على هذا الجدول، وحتى أشرح لكم إياه بالطريقتين حتى لا تخربطون إذا الله انتقل على الأمثلة اللي بعدها. لكن أنتوا عندكم هذا الأمر ما تكتبونه بهذا الشكل، لكن هنا على مود يكون عندي بس الجزء اللي راح أشرح عليه. أنتوا عندكم هذا تكتب الدالة الجديدة يساوي برميوت قوس A فارزة وتذكر هذا الجزء حسب هذه الأجزاء اللي موجودة عندي. كل واحد مذكور هنا مشروح ناعتكم بالتفصيل، هنا ذاكرت لكم بالتفصيل والنتائج إلي كل اللي موجود بالتيبل. بس تعدكم المصفوفة الأصلية تتكون من 4 صفوف هذه الأرقام أو قيم الإلمنتس هذه، فما أحتاج لكم ما أريد نتائج. عندكم المصفوفة الأصلية تتكون من 4 صفوف وعمودين وان لاير وان لاير. هسه من أجي راح أشرح لكم إذا عندي الأمر وأجد أبعاد المصفوفة أو عندي الأبعاد وأجد الأمر. فهسه أنت عندك هذه المصفوفة الأصلية، إذا عندك هذا الأمر ويريد من عندك الأبعاد فتجي ذاكر لك المصفوفة وذاكر لك هذا الرمز الثلاثة المن يرمز، تجيب بالبداية الثلاثة المن يرمز العدد الصفوف، العفو الثلاثة يرمز العدد اللير، الثلاثة اللي هو عدد الطبقات، عدد الطبقات بالمصفوفة الأصلية إيش قد كان 1، تجي مثل ما قلت لك تكتب الآي هو 1. هنا راح يصير عندك الـ i يساوي والـ m يساوي والـ n يساوي. راح تجي الثلاثة هو يرمز للعدد الطبقات، عدد الطبقات بالمصفوفة الأصلية اللي هي ايش قد كان 1، تكتب الـ i 1. تجي الثنين يرمز العدد الأعمدة، عدد أعمدة المصفوفة الأصلية شقد 2، تكتب الأم 2. الواحد المن يرمز عدد الصفوف، عدد صفوف المصفوفة الأصلية شقد كان 4، تكتب 4. راح تتكون عندك مصفوفة من 1 × 2 × 4 اللي هو 1 × 2 × 4، يعني تكون عندك مصفوفة أبعادها من 1 × 2 4 layers. إذا أرد أحكسها عكس العملية ناطيني قايل لي استخدم الأمر برميوت لهذه الأبعاد، عدد الصفوف 1 وعدد الأعمدة 2 وفور لايرز. شلون أكتب هذا الأمر؟ تجي الواحد بالمصفوفة الجديدة اللي عندي أقارنه بالمصفوفة السابقة اللي بالسؤال منو كان عندي 1، عدد الصفوف لو عدد الأعمدة لو عدد الطبقات، كان عندي عدد الطبقات هو 1. إنزين رمز عدد الطبقات هو 3، تكتب 3. تجي 2 عدد الأعمدة، منو كان 2 بالمصفوفة السابقة؟ أيضا عدد الأعمدة، رمز العدد الأعمدة العفو، رمز العدد الأعمدة منو؟ 2، تكتب 2. تجي 4 عدد الطبقات ناطينيها بالسؤال بالمصفوفة السابقة، الأربعة شنو كان؟ عدد الصفوف لو أعمدة لو طبقات، كان عدد الصفوف، رمز عدد الصفوف منه 1، يعني تذكرها بالترتيب. تجي للثاني الثاني
الثاني عندك نعطيك هذا الأمر ويريد منك الأبعاد. تجي الثلاثة المن يرمز؟ الثلاثة يرمز لعدد الطبقات. عدد الطبقات بالمصفوفة الأصلية شقد كان؟ واحد. تكتب الآي واحد. ترجع الواحد المن يرمز؟ الواحد. الواحد يرمز لعدد الصفوف. عدد الصفوف المصفوفة الأصلية شقد كان؟ أربعة. تكتب الأم أربعة. الثنين المن يرمز؟ عدد الأعمدة. عدد أعمدة المصفوفة الأصلية شقد كان؟ اثنين. الان اثنين، فراح تتكون عندك مصفوفة واحد في اربعة في اثنين، واللي هي هذه عدد الصفوف واحد وعدد الاعمدة اربعة واللير اثنين. اذا ذاكرها الي وبالعكس ارجع نعطيني الابعاد، قايل اللي استخدم الامر والابعاد عندك الواحد في اربعة وتو لير. تجي الواحد اللي هو عدد الصفوف بالمصفوفة الاصلية، بالمصفوفة السابقة من كان؟ منو كان عندي واحد؟ كان عدد الطبقات. عدد الطبقات شنو رمزي؟ ثلاثة. تكتب ثلاثة. تجي الأربعة اللي هو عدد الأعمدة بالمصفوفة الأصلية، منو كان أربعة بالمصفوفة السابقة؟ عدد الصفوف. شنو اللي يرمز للصفوف؟ واحد. تكتب واحد. الثنين اللي هو عدد اللير بالمصفوفة الأصلية، بالمصفوفة السابقة منو كان اثنين؟ الأعمدة. شنو رمز الأعمدة؟ اثنين. وهذا نفس الشيء، هذه تقروها نفس الشيء. راح أخذ لكم آخر واحد على مود أوضح لكم إياه، هذا راح أشرح لكم هنا وبعدين نرجع نشوفه عليه الشرح مالته. هذا الواحد والثنين والثلاثة. الواحد المن يرمز؟ العدد الصفوف. عدد الصفوف المصفوفة الأصلية إيش قد كان؟ أربعة. الآي أربعة. الاثنين هو عدد الأعمدة بالأصلية إيش قد كان؟ عدد الأعمدة اثنين، الأم تكون اثنين. الثلاثة يرمز لعدد الطبقات، عدد الطبقات المصفوفة الأصلية إيش قد؟ واحد. الأم واحد، فراح يصير عندي واحد أربعة في اثنين في واحد، واللي هو هذا الشكل. هسه راح تشوفونه. اللي هو آخر مثال، هذه الأمثلة اللي ما ذكرتها رجعوا قروها هنا. راح أشرح هسه هذا آخر واحد وأطبق لكم إياها بالماتلاب. هذا آخر واحد اللي ذكرته. راح تكتب هذا الأمر واحد اثنين ثلاثة. فأنت عندك مثل ما ذكرت لكم الواحد بالمصفوفة الأصلية هو عدد الطبقات، فراح تصير عندك الواحد يرمز لعدد الصفوف وعدد الصفوف بالمصفوفة الأصلية أربعة، فراح تكتب أربعة. اثنين هو الأعمدة بالأصلية أيضا الأعمدة، تكتب اثنين. والثلاثة يرمز للهير وعددها واحد، فراح صار عندك أربعة في اثنين في واحد، وهي آي في إم في إن. نتنفذ يكون عندك بهذا الشكل. هسه راح أنفذ لكم إياهم هذه الأمثلة بالماتلاب وتشوفون النتائج. ايضا النتائج ما مطلوبة، لكن مطلوب من عندك بالطريقتين. طلاب صيغة السؤال موجودة عندكم بالتمارين، شوفوها بالتمارين حتى تفتهمون، وحاولوا تحلون كل الامثلة هذه اللي موجودة حتى تتعودون عليها، لان شوية الموضوع مو صعب لكن يحتاج لتركيز. راح اطبقكم اياها بالماتلاب، شوفوا النتائج. هسه انا عندي المصفوفة اي ذاكرتها سابقا، كتبتها ده، هذه المصفوفة الجديدة لازم اكتبها. ال A يساوي خمسة وستة وثمانية واثنين واحد وثلاثة. هذه المصفوفة اللي موجودة عندي، اللي هسه راح اغير عليها. عندي B يساوي ريموت تكونت عندك 4 layer، أربع طبقات، عدد صفوف
كل طبقة عدد صف الصف إلها أو الصفوف واحد، وعدد الأعمدة اثنين. الأمر الثاني سي يساوي نفسها ثلاثة كونت عندك طبقتين عدد من صف واحد وأربعة أعمدة، نتائج ما مطلوبة. الإي عند اثنين وثلاثة وواحد، والإف اثنين وواحد وثلاثة، راح تكون عندي صفين وأربعة أعمدة ولاير واحدة. هذا الحل بالماتلاب. طلاب هذه الأمثلة حلوها، شرحت بما فيه الكفاية، فهذه الأمثلة تحلوها وتطبقوها بإيدكم شلون جاي تتغير يعني بالحالتين، مرة إذا انطاك عدد الأبعاد وراد من عندك كتابة الأمر، وإذا انطاك الأمر وراد من عندك الأبعاد، أو ممكن تجيك صح وخطأ، هذا الأمر صحيح هذه الأبعاد إلي، فبهذا الشكل. إلى هنا محاضرة اليوم، مع السلامة.